محمد عادل مشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولين العرب. مساء الفل يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا 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 بيك، مساء الخير. اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله الحمد لله. دايما الناس لما بتتكلم على نادي المقاولين العرب في ايجابيه، يعني لسه اللي هو احمد سليمان دلوقتي رئيس نادي اسوان بيتكلم معاه فبيقول لي والله لقيت ترحيب كبير جدا من نادي المقاولين العرب في فكره ان هم يعني يبقى الملعب المقاولين العرب من ضمن الملاعب اللي احنا ممكن نلعب عليها بطوله الدوري. افهم من حضرتك ايه الموقف في الجزئيه دي تحديدا؟ هو طبعا لازم نتكلم ان احنا دايما رافعين شعار من ايام المنصورين محلب وحاليا المنصور محسن صلاح، نادي المقاولين العرب ده نادي كل المصريين حقيقي. نيجي بقى لاسوان بالذات لها وضع خاص، مش من النهارده، من زمان جدا. فالنادي تحت امرهم في اي وقت، ما عندناش مشكله، وطلبنا منهم بس يجي جواب علشان تاخد الاجراءات الرسميه، واهلا بيهم في اي وقت، بنرحب بيهم يعني، وكل الامكانيات ميسره لنادي اسوان وحبايبنا كلهم، وخصوصا ان احنا بالنسبه مقاولين العرب بالذات واسوان يعني تاريخ طويل قوي، لان احنا لنا كشركه فرع كبير من ايام السد الاهلي، وما زال لنا مشروعات كثيره جدا في محافظه اسوان، فالتاريخ بيننا وبين اسوان عشق يعني، بالاضافه اللي زي ما انت قلت ان دي يعني من اطيب الشعوب او الناس والرجوله والخلق في نادي اسوان، فاحنا بنرحب بيهم اهلا بيهم في اي وقت، مش مشكله ان شاء الله باذن الله. طيب اجي بقى اطمن من حضرتك على نادي المقاولين العرب، اخباره ايه واخبار المساحات ايه والامور ماشيه في الاتجاه اللي انتم شايفينه مناسب بالنسبه لكم على صعيد صحه اللاعبين ولا لا؟ والله طبعا احنا زي ما كنا بالاول بنقول ان احنا عايزين ان الدوري يستمر طبقا، عشان يعني احنا دوله كبيره جدا وسياسه الدوله كانت واضحه ان لازم الدوري يستمر، واحنا مش اقل من الدول الثانيه. احنا عملنا المسحتين وبدأنا التدريبات الحمد لله في انتظام في التدريبات، وبعدين عندنا المسحة الثالثة يعني، واتحاد الكرة دلوقتي قرر انه يعمل مسحة كل اسبوع، عندنا المسحة الثالثة برضو يوم الاثنين ان شاء الله، وكل اسبوع، وما اول برضو قبل اي مباراة ب 24 ساعة اتحاد الكرة برضو هيبعت يعمل مسحة. فالحمد لله الامور يعني ماشيه بشكل كويس جدا، اللعيبه عندها الروح والاستعداد، الجهاز الفني، كلنا الحياه ان شاء الله هنعمل شغل كويس باذن الله. طيب هل في ظهرت اي حالات ايجابيه في المقاولين العرب ولا لا؟ احنا ظهرت عندنا حالتين. حالتين؟ حالتين تعاملتوا معاهم ازاي؟ هل هم من اللاعبين ولا من اعضاء الجهاز الفني ولا من عمال؟ واحد من العمال وواحد من اللعيبه، والحقيقه خدنا الاجراءات اللازمه بالنسبه لهم، وان شاء الله يعني احسن بكتير، لان ما كانش عليهم زور اي اعراض، لكن بياخدوا العلاج طبقا للبروتوكول، وان شاء الله يعني قريب خلينا يعني دول زيرو في المسحه الاولانيه، ان شاء الله يمكن اسبوع تاني المسحه الثانيه يمكن يكونوا ان شاء الله خفوا من هذا الكلام. اخبار اوزان اللعيبه ايه، زايده ولا مظبوطه حالتهم البدنيه؟ صدقني ما فيش ولا حتى اللي كان بيبقى بيعمل عاديه ومش عايز ادي امثله كلهم فعلا جايين محافظين على نفسهم تماما كويس، ودي كانت ظاهره كويسه الحقيقه. وبعدين ما تصدقش النادي اللي كان عنده استعداد او حاطط في ضميره وفي نيته انه هيلعب هتلاقي لعيبته جايه مظبوطه، النادي اللي كان بيقول هلعب او مش هلعب طبعا اللعيبه بتبقى ماشيه مش عارفه هتلعب ولا مش هتلعب، ايوه، وممكن تلاقي فيهم زيت او زيت. بس انتوا عشان كان موقفكم واضح من الاول، من الاول واضح، وكنت بقول في اللعيبه اتصالاتنا بيهم في الجروب احنا ان شاء الله هنستمر، وخصوصا لما حتى اشياء في فتره يعني ان لا الكاس اللي هيلعب والدوري لا، ناس كانت بتقول، فكنت بقول لهم شفتوا يعني الكاس هيلعب وانا اول مباراه لنا في الكاس، فيعني الحمد لله
ربنا يسهل ان شاء الله ونعمل موسم كويس باذن الله. طيب هل شايف انه الانديه لهجتها اتغيرت، الانديه اللي كانت رافضه والانديه اللي كان عندها تحفظات، هل بتشوف انه خلاص في الى حد كبير مساعده ومعاونه لحل المشاكل وحل الازمات، وبالتالي لهجه الانديه نفسها في حاله من حالات الارتاحيه لعوده كره القدم وعوده الدوري مره اخرى باشمهندس محمد؟ والله انا مش عايز اقول على تعليق هذا الكلام، لان انا تعجبت من الانديه لما كنت بطالب بان الدوري يتلعب، لان انا كنت ببص ان فيه 4 مليون اسره او 5 مليون اسره على الاقل ورا هذا الكلام، ببص ان دي سياسه دوله ودي بتحطنا كدوله. انت النهارده بتقول سياحه، ايوه تمام، يبقى انت عشان الدوله تستمر ودوله تبقى دوله قويه لازم احد الانشطه المهمه انها تستمر. اعتقد ان الكل خلاص لقى ان مفيش فايدة غير ان هو يمتثل لقرار دولة ويبتدي يخش في الاعداد الجيد للدوري ان شاء الله. طاهر محمد طاهر، حد دخل في الصفقة غير النادي الاهلي معاكم يا باشمهندس ولا لا؟ لا ما حدش دخل في الصفقة. ما حدش دخل، حضرتك قلت لي ايه احتمال بس هتأكد وقلت لي مش هقول كلام. كلام من بيراميدز الحقيقة، بس ما كانش كلام مباشر. وانا تصورت زي ما قلت لك فعلا، ولكن لم يكن في جديه في هذا الكلام. طيب الموقف مع النادي الاهلي فلوس ولاعيبه ولا فلوس بس؟ والله هي القصه دلوقتي وصلت للكابتن الخطيب والمهندس مهندس صلاح على اخر خطوه، خلاص هما الاثنين هيخلصوا هذا الموضوع. فاضل قد ايه والموضوع يخلص؟ يعني يمكن في قعده لما يحددوا ميعاد مع بعض هيخلص الموضوع باذن الله. يعني نقدر نقول انه شبه خلصان؟ لا، كل شيء ما اقدرش اقوله الا لما ينتهي فعلا. يعني الاتفاق اللي لكن انا بقول لك ان الكلام هيبقى ما بين كابتن خطيب والمهندس محسن صلاح رئيس الشيء. ده كلام عظيم، ده كلام عظيم. انا بتكلم في رغباتكم يا حاج مشرف عام على كره القدم، طلباتكم ايه؟ هل انتوا عايزين لعيبه من النادي الاهلي ويخشوا في لا الموضوع؟ بص، انا كنت واضح من الاول وقلت هذا الكلام. انا كنت واضح من الاول، انا مش ما باخدش لعيبه دلوقتي. انا بتعامل في صفقه صفقه، كل صفقه لوحدها. اديني فلوس، انا عايز فلوس، انا عايز طائر فلوس. لما اطلب منك حاجه تانية قول لي دي فلوس قد كده وهكذا. انا بحب التعامل يبقى بهذا الاسلوب عشان اعرف ده بكام وده بكام، ده تمنه كام وده تمنه كام. ما ندخلش ده في ده، يعني مش ندخلش ده في ده. خلينا، لان انا ده عايز فيه كذا وكنت واضح فيه. لما اجي اطلب منك حد قول لي ده كذا ويقبل يا ما اقبلش، لكن عظيم. انا ما بعملش لموضوع دخول لعيبه في بعضها. يعني طيب يبقى احنا بنتكلم في الصفقه ديت تخلص فلوس اللي كان معلن بالنسبه لنا واللي حضرتك قلته معايا قبل كده انه كان 40 مليون، لسه في نفس الرقم ولا نزلنا شويه ولا طلعنا شويه ولا لا؟ لا نزلنا لكام؟ 30. ربنا يسهل بقى، ما فيش داعي للارقام لما تطلع بس نزلنا عن 40 مليون. اخد عنوان مش عايز حاجه، انا اخد عنوان، نزلنا عن 40 مليون بالظبط. طيب الصفقه تخلص خلال قد ايه في توقعات حضرتك؟ اسبوع، اتنين، ساعه، اتنين؟ والله انا متوقع ان ممكن في مكالمه بين يحددوا ميعاد في خلال يوم او اتنين. ممكن خلال الاسبوع ده ممكن تكون خلصت، يعني سواء بالسلب او الايجاب ان شاء الله تبقى ايجابيه باذن الله. ربنا يكتب لكم يا رب ويقسم لكم الخير كله ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وخالص تمنياتنا بالتوفيق. مهندس محمد عادل واحد من الشخصيات المحترمه جدا الحقيقه اللي بنعتبرها